السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عن الآثار الإسلامية عند غير المسلمين. النهاردة هنتكلم عن أثر أو مخطوط كتاب قديم عموما اسمه The Armenian History أو The Armenian Chronicles، الحوليات الأرمينية. الكتاب ده بينسب إلى سابيوس. البعض حاول يطلع من الكتاب ده بعض الشبهات عن الإسلام، ولكن طبعا شبهات ضعيفة وعبيطة وما فيهاش أي شيء من الصحة لعدة أسباب. أول سبب إن الكتاب نفسه بيشرح قصة قريبة جدا من القصة الإسلامية. اتنين، أي تعارض بين قصة أو الرواية اللي بيوردها التاريخ الأرميني مقابل الرواية الإسلامية هتلاقي فيه مصادر تانية عرضناها من المسيحيين أنفسهم بتأكد ماشي مع الرواية الإسلامية، وبالتالي لو انت مشيت بفكرة الأغلبية أي لأيه هتلاقي نفسك مع القصة الإسلامية إنها مظبوطة. وأنا بكلم القصة اللي هي ترتيب الأحداث بتاعت نشأة الإسلام وانتشاره في العالم. طبعا النسخة اللي هنتكلم فيها نسخة جامعة ليفربول، ترجمة تومسون وجيمس، وفي فريق تاني من المحققين اللي شغال معاه. طبعا هنستغني عن الكتاب بتاعنا النهاردة. في البداية انا فكرت ان اجيب لكم نفس النص بتاع سابيوس من Seeing Islam as Others Has Sowed، ونعمل مقارنة ما بين الاثنين ونبين في أوقات كتير عدم الحيادية العلمية، ولكن الكلام ده أظهرناه في أكتر من حلقة قبل كده فملهاش لازمة. يعني خلاص احنا هنعرض الكلام الحقيقي اللي موجود في الكتاب مع شرحه المبسط، فخلاص أي حاجة هتوصل لك من الكتاب ده ترجمه بشكل خطأ يبقى انت عارف اللي قال الجزء ده حرف فين بالظبط في الكتاب، أو غير ايه من معانيه، او غير ايه من ترتيب القصص بتاعته، عشان انت دلوقتي هتبقى فاهم الحقيقة. طبعا المقدمة بتاعتنا المعتادة، ده برنامج عن الاثار الاسلامية وبالتالي عند غير المسلمين، وبالتالي احنا بنتكلم عن اثار في القرن الاول الهجري الاسلامي تؤكد صحة الرواية الاسلامية. ندخل بقى في موضوعنا بشكل سريع لانه ممكن تكون الحلقة طويلة شوية. هنتكلم عن الاتريبيوشن تو سابيوس. زي ما نقول العمل ده لحد سنة 1828 كان انونيموس هيستوري، يعني مش منسوب لأحد. وانا لمحت للموضوع ده في لما كنت بتكلم عن حوليات خوزستان، قلت ان كان مؤلف الكتاب طبعا Seeing Islam، المؤلف بتاعه كتب ان حوليات خوزستان دي انونيموس واستمر يذكر الاسم الطويل بتاعها، ولما جه عند حوليات ارمينيا نسبها لسابيوس وتنى يستمر في ذكر سابيوس رغم ان ده تنبيه وقال لك سابيوس مش هو المؤلف، انا بقولها كده اختصارا للوقت. طب انت ليه ما عملتش ده في كله؟ عموما احنا عارفين اول حاجة انها مجهولة المصدر، وفي الغالب الحوليات بيشترك فيها عدد كبير من الناس، يعني الكنيسة بتسجل الاحداث اللي بتمر بيها كنيستها بشكل سنوي، والاحداث الكبيرة اللي بتمر في العالم بشكل سنوي من وجهة نظرها كمان. نقطة كمان لازم نكون عارفينها، احنا بنقسم كل مصدر كتاب يعني جايلنا من القرن الاول الهجري حسب كاتبه. الكاتب هنا واضح انه تبع للكنيسة الارمينية وهي كنيسة خلقدونية، وبالتالي هم شايفين ان هرقل قديس. مش هم نفسهم سكان القسطنطينية، وهنشوف ان دول واصلين لقمة التطرف ضد الاسلام، وده عشان نوضح ان الكتابات كلها منطقية من كل كاتب بيوضح عن الفكر والعقيدة اللي كانت موجودة في بلده ساعتها. لكن احنا هنا المفروض الكاتب بتاعنا عنده درجة عدائية اكبر من الاسلام، اكبر للاسلام، وهنلاقيه في بعض الاجزاء بيوضح بيقول ان الاسلام ده هو الوحش الرابع اللي مذكور في دانيال، وبيوصف قائد المسلمين بان هو المساعد الاول للمسيح الدجال. واضحة
السلايد اللي انا جايبها دي مش عشان نقراها، بس عشان نوضح ان هنا مترجم الكتاب اللي ترجمه طبعا من الارميني للغة الانجليزية، لما جه يذكر التاريخ الاسلامي ما حطش اي تعديل، بيتكلم حوالين بعثة النبي في مكة وهجرته للمدينة ومدى تأثير كلماته اللي ألقاها المستمعين وعلى منطقة غرب آسيا، غرب أوروبا وآسيا يعني. وبيقول إن مفيش تغيير حصل في تاريخ العالم بسرعة وبشكل جذري زي التغيير اللي حصل من وفاة محمد والمدة عقدين من الزمن لمدة 20 سنة، ودي شهادة من المترجم اللي قرأ الكتاب. لو كان شايف ان الكتاب بيحكي قصة مختلفة كان المفروض يلمح هنا، وده معناه ان اللي بيحاولوا يشرحوا قصص مختلفة من الكتاب ده معناه ان ده في خيالهم فقط، مش موجود على ارض الواقع. وبيكمل شرح الكتاب يقول ان الكتاب بيلمح ان المسلمين الاوائل كان ليهم هدف واحد، هو فتح فلسطين وسوريا، وإن الغزو الأولي اللي كان من ما بين سنة 634 و635 حصل في مجموعة من المعارك هو بيحاول يشرحها. بعد كده بيتكلم عن المعركة النهائية اللي هي معركة اليرموك اللي حصلت 636 وفتح مدينة القدس 637، اليرموك 636 دي 637. المهم ندخل بقى في التفاصيل. هو عنده هنا من اول شابتر 42، في نسخة تانية نسخة ميلر كان الاحداث بتاعت الاسلام او الفتح الاسلامي في الشابترين 29 و30 و31. النسخة اللي هنا دي اللي معايا دي الاحداث فيها شباتر 42 و43 و44 و45 وانت ماشي. بيتكلم I shall speak of the stock of Abraham. هو هنا بادئ ان الاسلام او بادئ القصة من ابراهيم، ابراهيم عليه السلام. طبعا الاجزاء المهمة بس اللي هنقراها بشكل كامل. ابراهيم عليه السلام كان ليه ولدين اسحاق واسماعيل. اسحاق طبعا من نسله يعقوب اللي جه منهم اليهود. اسماعيل خلف 12 ولد، ودي صدفة هنا هيستغلها صاحب الكتاب ده بشكل كويس. 12 ولد منهم قيدار ونبيوت. وبعدين طلع من نسله العرب زي ما بيقول then the 12 tribute of all clans of the Jews went and gathered at the city of Edessa. هو بيحكي بقى الأحداث اللي حصل، إن ال 12 تريبيوت أو إن اليهود اتجمعوا مع بعض وأخدوا مدينة إديسا. طبعا عشان ما تلخبطش، ده بعد ما خلص قصة اسماعيل، ان اسماعيل كان يده على الكل ويد الكل عليه، ده النص اللي مذكور عنده في الكتاب المقدس. لما دخلوا مدينة اديسا and when they saw that the Persian army had departed from them they had left the city in peace. لما الجيش الفارسي سابهم سابوا المدينة في سلام. they shut the gate and fortified themselves. قفلوا البوابات وحصنوا نفسهم. طبعا احنا عارفين ان كان في غزو فارسي، الغزو الفارسي ده هرقل لما انتصر على الفرس اجبرهم على اتفاقية عودة لحدود سنة 602 ميلادية، وبالتالي الفرس انسحبوا والمفروض ان الروم او البيزنطيين جايين. فمدينة اديسا اللي كان فيها اليهود اتحصرت، قفلوا بواباتها وحصنوها كويس عشان عارفين ان الجيش البيزنطي جاي، وكان في عداوة ما بين البيزنطيين واليهود عشان كانوا بيجبروهم على الدخول في المسيحية. They did not allow the army of the Roman Empire to enter among them. Then the great king Hercules الملك اليوناني طبعا ما سمحوش للرومان بالدخول، الملك الروماني هيركليز ordered it to be beside.
when Zen realized that they were unable to resist him in a battle, لما أيقنوا إن هما ما كانوش يقدروا يقاوموه في معركة, they prayed استسلموا for peace with him, opening the gate of the city they want and stood before him, وقفوا قدامه. الملخص عشان ما نقراش كلمة كلمة, لا بس عشان الجزء ده مهم. ناس كتير بتحاول تقولك ان اللي أسسوا الحضارة الإسلامية هم الهاربين اليهود دول, فأنا بحاول أقراها لك جزء جزء عشان تبقى فاهم ان اليهود دول بيلعبوا قصة مختلفة في القصة. ان كان في مدينة أوديسا كان فيها مجموعة من اليهود أسسوا مدينة ليهم أثناء الغزو الفارسي. لما الغزو الفارسي اندثر حاولوا يقاوموا الجيش الروماني لكنهم ما قدروش, فاستسلموا لهرقل اللي وعدهم انه هيسيبهم في امان. ولكن بمجرد ما استلم المدينة opening the gate for the city they want and stood before him, then he ordered them to go and remain in each one habitation and departed taking the desert of Tachistan. هجرهم من المدينة وسكنهم في صحراء تاخستان. صحراء تاخستان دي اللي هي الصحراء العربية. بعد كده في جزء ما جبتوش بقى, المفروض ان هم طلبوا المساعدة من العرب وفكروهم their aid, they asked for the Arabs aid and informed them of their blood relation. So the testament of his capture. المفروض اليهود لما اتطردوا راحوا يطلبوا المساعدة من العرب وفكروهم بصلة القرابة اللي ما بينهم ويوروهم من نص الكتاب المقدس, يا ده انتوا ولاد عمنا, ده انتوا الاسماعيليين واحنا الاسرائيليين ولاد عم, تعالوا ساعدونا ناخد حقنا من الرومان. But although the letter was preceded of their close relationship, ورغم ان الرسالة وصفت بان علاقتهم قريبة, yet they were unable to bring about agreement, ما قدروش يوصلوا لاتفاق within their great number, رغم اعدادهم الكبيرة, because their cult were divided from each other, لانهم كانوا جماعات متفرقة. يبقى احنا قلنا طب ليه هو حكى قصة اليهود؟ لأن المسيحيين دايما عندهم مشكلة. الشخص العربي اللي كان عايش في مكة وأتباعه بيقولوا عليه إن هو كان أمي لا يجيد القراءة والكتابة, كيف توصل لتلك المعلومات من الكتاب المقدس اللي القرآن مليان بيها, قصص موسى وعيسى وأسماء النبيين, وأحيانا بيبقى فيه تعديلات على الكتاب المقدس حتى من غير ما يذكر القصة الأصلية. ده شخص عارفه, عارف الكتاب المقدس عن ظهر قلب, منين جاب المعلومات دي؟ ولحد النهارده بنلاقي كتير جدا من المشككين في الإسلام بيدعوا إن الإسلام كان قصده يا جماعة أصله يا جماعة مسيحية قديمة يا مجموعة من اليهود. لأن أنت لازم تلاقي تبرير إزاي القرآن عارف الكتاب المقدس بشكل مفصل, وممكن ده تفسير منه لليهود اللي كانوا في المدينة. لكن هل اليهود هنا شكوا في أي حاجة؟ لا, هم مجرد راحوا للإسماعيليين عرضوا عليهم الكتاب وعلموهم, الإسماعيليين اللي هم العرب, وعلموهم إن إحنا ولاد عم وإنكم أبناء إبراهيم زي حالتنا, فلو سمحتوا تعالوا ساعدونا ناخد حقنا. At that time, ليه القصة دي أصلا عن فيها برضو مشكلة بسيطة في الموضوع, مش بسيطة هي كبيرة. سيطرة هرقل التامة حصلت بعد 628, الغزو الإسلامي 632 نفس سنة وفاة محمد. هل في 4 سنوات هيستطيع شخص واحد توحيد القبائل العربية المنتشرة في الصحراء دي كلها؟ لكن كان عايز يلاقي مبرر واحد للانتقام, اتنين لوجود At that time, a certain man from among those same son of Ismail, واحد من الأشخاص دول اللي هم أبناء إسماعيل, whose name was Muhammad, merchant, تاجر, as if by God's command, appeared to them,
وكأنه بأمر الله ظهر ليهم as if، عشان نكون أمناء يعني. هو ما قالش عليه نبي، هو قال تظهر أو كأنه، خلينا نقول لفظة بالظبط، كأنه نبي. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم نبي لا شك يعني، بس احنا بنقول اللي بنعرض اللي الكاتب قايله بأمانة زي ما هو. بس appear to them as a butcher the best of tooth. يعني في الوقت ده واحد من وسطهم اسمه محمد كان تاجر، نفس ما عندنا بالظبط. زي ما بقولك يا رواية، ما فيهاش اي حاجة مختلفة عن الرواية العربية خالص، غير فكرة تبرير قصة اليهود. وبمنتهى البساطة ممكن نقول هو ظن ان دول يهود المدينة كمان، ممكن يبقى حتى الجزء ده مش غلط عنده، كان في يهود في المدينة فعلا، بس هم ما كانوش طالبين مساعدة ولا حاجة، ولا ده السبب الرئيسي يعني. وبحاول يدلهم على طريق الحقيقة. he told them to recognize the God. هو علمهم ان هم يعرفوا الله of ابراهيم، ان هم علمهم معرفة رب ابراهيم. especially because he was learned and informed in the history of Moses now because the Jews. اوكي، واضحة جدا، هو مش كاتبها بس وضح لنا ليه المقدمة ده، لأن محمد كان متعلم وعنده أخبار عن موسى. ودي زي ما بقولك هي دي المشكلة اللي بتواجه كل شخص أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة، عارف المعلومات دي منين؟ command was from on high، القيادة كانت في صورة عالية. at a single order، بأمر واحد. they all came together in unity of religion، كلهم انضموا في أمر واحد تحت وحدة الديانة. سنة الكلام ده الكرونيكل دي آخر حاجة مسجلاها سنة 656، بينها وبين وفاة النبي 24 سنة فقط في عهد عثمان. وبتتكلم ان المسلمين او العرب كانوا كلهم متوحدين تحت ديانة واحدة. البعض بياخد القصة دي للتشكيك في الاسلام، سبحان الله. عقليات abandoning their vain cult، نبذوا عرقيتهم. they turned to the living God، واتجهوا نحو الله الحي. who had appeared to their father Ibrahim، الذي ظهر لأبيهم إبراهيم. so Muhammad legislated for them، محمد زي ما نقول ايه شرع لهم not to eat carne، not to drink wine، not to speak falsely، and not to engage in fornication. he said، محمد شرع لهم ما ياكلوش حرام، او ما ياكلوش ميتة، ما يشربوش خم، ما يكلموش الكذب، وما يدخلوش في زي ما نقول لا يزنون، يعني شبه الوصايا العشر. والحاجات دي كلها موجودة في القرآن عادي، ما فيش عندي مشكلة فيها. with an oath God promised this land to Ibrahim، بما ان الله اقسم هذه الارض لابراهيم and his seed واولاده. طبعا هي سيدي بذوره، بس طبعا في بعض بيحب الترجمة الحرفية. انا عارف شخص قال لي thank you into the west، غرقت في الغرب، يعني هي سيدي اولاده. مش محتاج اقول بذور، بس عادي بنقول الاتنين عشان ما حدش يقول بنحرف في الترجمة. after him forever، يعني ربنا بما ان لا وعد الارض دي لابراهيم واولاده من بعده للابد. and he brought about as he promised during that time while he lived loved Israel. but now you are the sons of Abraham، يعني بما ان القسم ده كان في الوقت ده لما كان ربنا بيحب اسرائيل، لكن دلوقتي لكن القسم ده كان لاولاد ابراهيم. and God is accomplished his promise to Ibrahim and his seed for you. ده كلام محمد، ده هو لسه بيقول له القسم كان لإبراهيم
راح لبني إسرائيل أيام ما كان ربنا بيحب إسرائيل، لكن بما إن إحنا كمان أبناء إبراهيم فالقسم ده هيكمل فيكم أنتوا. Love sincerely only the God of Abraham. حبوا بإخلاص إله إبراهيم. And go and seize your land which God gave to your father Abraham. الآن اذهبوا وحوزوا الأرض التي كتبها الله لأباكم إبراهيم. No one will be able to resist you in battle because God is with you. لن يستطيع أحد أن يقاومكم في المعارك لأن الله معك. سبحان الله ما فيش حد واقف قدامهم في المعارك. طبعا اولا لازم هنا نوضح الجزء ده، العرب ما طلعوش او المسلمين ما طلعوش في فتوحاتهم بغرض ان الارض دي بتاعتهم، لان اول الفتوحات زي ما عرضنا قبل كده في الحلقات وزي ما بقيت المصادر بتقول كانت في اتجاه الفرس، وان الجيش اللي حارب الرومان في أجنادين أول معركة 634 كان جزء كبير منه أو 9000 جندي كانوا جايين مع خالد بن الوليد من الجيش اللي كان حرر مدينة الكوفة أو مدينة الحيرة في الوقت ده. بيكمل طبعا وبيضيف لمسة كمان إن المسلمين متعلمين من اليهود، فبيقول لك they divided the 12,000 men 12,000 رجل like the sons of Israel زي رجال زي أبناء إسرائيل into tribes في 12 سبط. يعني بيقول لك إن هم قسموا جيشهم وجيشهم كان 12,000، مش عارف إزاي أعداد ضخمة 12,000، قسمهم كل 1,000 في سبط وكل سبط حط عليه اسم واحد من ابناء اسماعيل. فهتلاقي نبيوت، كيدار، عبدول، مبسام، مسماي، ادام، مس، كولداد، تيمان، يطار، نيباس، اند كيدماي. ده طبعا تاريخيا ما حصلش، بس هو كمان عشان يدوس على حتة ان ممكن المسلمين متعلمين واخدين تعلمهم من اليهود. All the remnant of the people of the sons of Israel gathered and united together. كل الفاضل من ابناء اسرائيل جم وجمعوا مع بعض. طبعا كلمة اسرائيل هنا خارج السياق، واضح انها خطأ من الناسخ سواء الاول او واحد من الناس اللي نسخوا المخطوطة دي طول التاريخ، فالمفروض اسماعيل لان واضح ان الكلام بعد كده هيكمل على ابناء اسماعيل زي ما هو. يعني 12,000 دول اتجمعوا في 12 سبط، وقصده طبعا اكيد جيش محمد صلى الله عليه وسلم في ال 12,000 الاولانيين او جيش المسلمين اللي فتح مكة الاول اللي كان عدده 10,000 مش 12 كمان. زي فورمد a large army، كونوا جيش كبير. طبعا عشان كده بقول لك ما ينفعش دي تكون اسرائيل، ما كانش في عدد اصلا يسمح له. لو كان عندهم ان هم يكونوا جيش كبير ما كانوا في اول قصته كانوا وقفوا قدام هرقل. They formed a large army following that they sent message to the Greek king. وده زي ما عندنا في الاسلام ان بالفعل في رسالة طلعت من النبي محمد لهرقل عظيم الروم. God gave the... بس هنا غير نص الرسالة مش من محمد إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. كان قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، النص الآية القرآنية الشهيرة طبعا، والرسالة هتلاقيها معروفة بس عشان إيه تصلي الوقت والذاكرة مش جايباها قوي. لكن هنا عند سابيوس طبعا مش سابيوس الكرونيكل الأرمينية قال له رسالة تانية. God gave that land to our father Abraham as a heritage. الرب أعطى هذه الأرض لأبانا إبراهيم كميراث. Possessions and to his seed. Heredity possession كميراث يحوزه يعني. ولأبنائه من بعده. We are the sons of Abraham. احنا ابناء ابراهيم. You have to occupy our land long enough. انت احتلت ارضنا لفترة كافية. Abandon it peacefully and we shall not come into your territory. اخلي الارض دي
بشكل سلمي واحنا مش هنهاجم مناطق. Otherwise we shall demand that position from you with interest. وإلا احنا هنيجي نستحوذ عليها منك. But the emperor don't agree. Didn't agree. He did not respond appropriately. ما لم يجاوب بشكل لائق to the message. But said this land is mine. هذه الأرض ملكي. Your lot of inheritance is the desert. Into مراسكم الصحراء. Go in peace to your land. He began to collect troops about 70,000 appoint as general 70,000 over them one of his trusted notches and order them to go to Arabia. جمع جيش من 70,000 وحط عليهم واحد من قادته الموثوقين في 70,000. طبعا قائد ده هو اللي لما مات عمل مشكلة في اللي قريناها في تعليم يعقوب يعني. He command them not to fight with them but to look to their own defense until he should have gathered other troops. أمرهم إن هما ما يدخلوش في معركة معاهم لحد ما يجمع قوات تانية طبعا عشان يبرر الهزيمة يعني. But when they reached to reached the Jordan لما وصلوا لمنطقة الأردن and crossed into Arabia they left their camps تركوا وصلوا لمنطقة العربية تركوا معسكراتهم on the river bank and went on foot to attack their army. The later boasted part of this force is ambushed on other side. وبعدين حصل لهم فخ أو اتنصب لهم كمين في الجبهة الأخرى. Unexpectedly بشكل غير متوقع those lying in ambush rose up from their places and attacked them. طبعا أنا حذفت تفاصيل المعركة يعني مش هتفيدنا في حاجة. Fear of the Lord fell on the Greek army. الخوف من الله جاء على الجيش اليوناني. And they turned in flight before them. وانهزموا في المعركة قدام. Then the dread of them fell on all inhabitants all the inhabitants of the land and they all submitted to them. وبعدين خوفهم وقع على جميع سكان الأراضي فاستسلموا لهم. But the Greek king could raise no more troops to oppose them. الملك اليوناني ما قدرش ان هو يطلع جيوش تانية عشان تقف ضده. So they divided their forces into three parts. قسموا قوتهم لثلاث أجزاء. One part went to Egypt and seized the country as far as Alexandria. One part was in the north building the great empire. And in the twinkling of the eye they occupied the land from the edge of the sea as far as the bank of the great river Euphrates. And on the other side of the river they occupied Ohara and the city of Mesopotamia. And the third part went to the east against the kingdom of Persia. بقول لك لما الملك اليوناني قصده هيراقل هنا ما قدرش يطلع قوات تانية قصادهم فهم قسموا جيشهم ثلاث أجزاء. جزء راح يجتاح الإمبراطورية الرومانية لحد الشمال طبعا هو قال الجزء الأول راح اتجاه مصر يحتلها لحد اسكندرية. الجزء الثاني اتجه للشمال عشان يقهر الإمبراطورية اليونانية. والجزء الثالث عدى نهر الفرات اتجه نحو الشرق عشان يقضي على الامبراطورية الفارسية. The Persian king was eclipsed at that time. الملك كان المملكة الفارسية كانت في حالة كسوف او كانت في مرحلة اضمحلال في الوقت ده.
طبعا بما ان احنا شرحنا تاريخ معارك العرب مع الفرس فمش هنتكلم كتير، بس عشان تعرف ان هو ماشي في نفس القصه ان ذا جنرال روستوم ووز كيلد، روستوم اتقتل. طبعا حدث في احداث كده تاريخيه كبيره، منها مقتل روستوم في معركه القادسيه، ده حدث تاريخي كبير. وبعدين وهو بيكمل القصة، طبعا عارفين ان سنة 641 توفى او مات الامبراطور هرقل كواحد من اكتر الشخصيات الجلدالية في التاريخ. هو كان بيعمل اللي هو بيعمله ده ليه؟ Then the blessed Hercules completed his life at good old age. طبعا مش فاهم good old age ازاي وهو اخر تقريبا كام 7 سنين من حياته كان أراضيه بتكتسح من العرب. هو ما حضرش، هرقل مات قبل ما تبدأ حملة فتح مصر مع عمرو بن العاص. يعني حملة فتح مصر بدأت 642، هرقل مات 641، فما حضرهاش، بس كان جزء كبير من امبراطوريته في منطقة الهلال الخصيب ومنطقة شمال سوريا الأناضول كان تم اجتياحها بالكامل. جيوش خالد هو نجا بأعجوبة من جيش خالد بن الوليد، كان ماشي بجيشه فقابل بالصدفة خالد بن الوليد، وهو نجا بحياته في الموقف ده بأعجوبة ومات بعدها بشهور قليلة. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في الوقت ده كان وصل لفتح أرمينيا قبل 641. They defeated both kingdoms. They occupied the land from Egypt as far as the Great Taurus Mountain. احتلوا الأرض من مصر لجبال تورس and from Western Sea as far as Media and خوزستان. احتلوها من مصر لتورس ووصلوا لمنطقة مادي ومنطقة خوزستان. واتكلمنا طبعا عن حوليات خوزستان اللي هي كمان سجلت قصة العرب. هنا في نص تاني البعض بياخده بيستشهد بيه كأن الديانة الإسلامية اتغيرت، رغم إن مبدئيا خلينا نمشي مع سابيوس قبل ما نقول القصة دي بشكل تام. هو راجل أقر إن اللي عمل الديانة شخص اسمه محمد، كان تاجر وقال لهم جميع تفاصيل الديانة قبل ما يخرجوا من في اول غزو، فبالتالي كل دور اليهود في الديانة ان محمد اتعلم منهم، ده عند سابيوس. اذا طبعا هو من سابيوس احنا بنتكلم انها منسوبه له فقط، يعني ما فيش علاقة ما بين الاتنين. بعدين بيرجع تاني زي ما قلنا لليهود اللي كان ذكرهم في الأول، اللي هم سافروا لشبه الجزيرة العربية وعلموا محمد وعلموا العرب من دينتهم. لما العرب ثاروا على الدولة الرومانية وبعدين قهروها، فهنا بدأ اليهود يصعدوا مرة تانية، وده حبكة درامية لملحمة استشهادية بيحبها المسيحيين جدا، وأي حد هيكون تعرف على أي كتاب مسيحي في العصر ده هيلاقي النزعة الاستشهادية، لازم يذكر مأساة مات فيها آلاف المسيحيين. نشوف حبكة القصة بتاعته. I shall also speak about the plots of the rebellious Jews. أنا لازم أيضا أتكلم عن الحبكة بتاعت اليهود الثائرين. Who after gaining help from the Hagarians for a brief while، بعد ما أخذوا المساعدة من الهاجريين لفترة قصيرة، decided to rebuild the temple of Solomon، قرروا إن هم يعيدوا بناء هيكل سليمان. Finding the spot called Holy of Holies، فوجدوا البقعة المسماة قدس الأقداس. They rebuilt it with the base and construction، أعادوا بنائها بالقاعدة ببيز القاعدة والكونستراكشن اللي هي البناءات، as a place for the prayer يعني كمكان لصلاته. But the Ismailites
الإسماعيليين being envy of them expelled them from that place. الإسماعيليين حسدوهم فطردوهم من المكان ده and called the same house of the prayer their own. وأطلقوا على المكان بتاع الصلاة ده ليهم. طبعا مرة تانية احنا هنا مش بنعرض الجزء ده بتاريخنا، لا باللي كتبه سفرنيوس واللي كتبه صديقه يعقوب، ولا كان اسمه إيزاك، لا يعقوب، من ان العرب جابوا ناس نظفت المكان من سكان القدس، بعضهم بالقوة وبعضهم، انا بقول نص سفرنيوس زي ما هو، بعضهم بالقوة وبعضهم من أغروهم بالمال عشان ينظفوا منطقة الحرم، الحرم المسجد الأقصى، وحتى البناء بتاع عمر بن الخطاب، مسجد عمر اللي اتبنى الأول اللي هو بيتكلم عليه ما كانش في منطقة قدس الأقداس نهائيا. المهم نكمل مع قصة الكرونيك الأرمينية، الحوليات الأرمينية. Then the former built it in another spot. واليهود بنوا لهم معبد في مكان تاني. Right at the base of the temple. Another place of there. مكان تاني ليه. طبعا كل الكلام ده ما حصلش، بس هو تاني بيوجه حبكة عشان الجزء الجاي. There they proposed their evil plot, desiring to fill Jerusalem from end to end with blood and exterminate all the Christians from Jerusalem. فهم هنا من الحادثة دي عملوا حبكتهم الشريرة عشان ورغبتهم ان هم يملوا مدينة القدس بالدماء من الطرف للطرف، يملوها بالكامل من الدماء ويقضوا على المسيحيين داخلها. ايه هي الحبكة عشان بقى مش هنذكرها طويل؟ هو قال ان في اتنين من اليهود دخلوا المسجد بتاع المسلمين وذبحوا في قلبه خنزير، وهم ماشيين قابلهم امير مسلم من الاسماعيليين، امير من الاسماعيليين، فشافه. فلما المسلمين دخلوا للصلاة لقوا الخنزير، فكروا المسيحيين اللي عملوا كده، فجمعوا آلاف منهم عشان يذبحوهم. فجه الأمير المسلم ده وقال لهم انتوا بتذبحوهم ليه؟ ده مش هم اللي عملوا كده، ده اللي عملوا كده اتنين من اليهود، وجابوهم وأعدموه. آسف جدا، هم 3 of the leading Jews مش اتنين، 3 من اليهود. وطبعا زي ما قلنا اللي هي النزعة الاستشهادية، ان في شهداء، في ناس كتير ماتت، في دماء ريقت. وطبعا قصة زي كده اولى لو كانت حصلت ان احنا نكون واخدينها من الناس اللي كانوا عايشين في المكان ده في الوقت ده 637، لكنها لم تضر. في قصة تانية برضو حوالين نفس الفكرة، ان ولد يهودي، مش في الكتاب ده، من كتاب تاني، ولد يهودي دخل كان عايز يلعب مع اصدقائه المسيحيين، فهم رفضوا قالوا له مش هنلعب معاك لما تدخل في المسيحية زينا. فلما ابوه اليهودي عارف ان هو دخل في المسيحية عشان خاطر يلعب مع اصحابه، قرر ان هو يرميه في نار المستوقد. فبعدين النار المستوقد اتطفت وما كانتش بتولع، والولد طلع منها سليم. لما طلعوه قالوا له مين اللي رماك؟ قال ابويا. فالامير المسلم قال له ابوك رماك في المكان ده ليه؟ قال له عشان، انا قلت قال له كتير قوي، المهم عشان انا دخلت في المسيحيه. فالامير المسلم ما عجبوش الكلام، فقرر ان هو يرميه تاني في قلب النار، لكن النار طفت مرة تانية، فقرر ان هو يطلع الولد ويعاقب ابوه وامه اللي رموه في قلب النار من الاول. وزي ما بقول، والقصص دي، القصة دي او القصة التانية ممكن يكون واحد من اهدافها ليه ما فيش يهود في مدينة القدس. والسبب الغالب زي ما الكتب العربية قالتها، ان كان جزء من اتفاقية سيدنا عمر بن الخطاب مع سفرنيوس اللي هو كان البابا او البطريق المسؤول عن كنيسة القيامة، ان المدينة ما يدخلش في، ما يسكنش فيها اليهود. خلصت، ما كانش فيها يهود اصلا.
ده طبعا النص اللي هو بيذكر فيه فكرة ان المسلمين هم الوحش الرابع اللي كان في سفر النبي دانيال. تاني احنا بنجيب، انا بجيب كل النصوص عادي، ما فيهاش اي حاجة. لازم تكون فاهم الكتاب كاتبه شخص بيكرهك، شايفك دخلت اراضيه، اخدت الحكم منه، اخدت الحكم منه لان هو بالفعل في عقيدته ارثوذكسي زي ما بنقول خلقدون، اللي هو تبع الديانة بتاعت القسطنطينية. واللي عارف التاريخ شوية عارفين ان الحملة او الهجمة المرتدة اللي قام بيها هرقل ضد الامبراطورية الساسانية عشان يكسرهم كانت اصلا من ارمينيا، وكانت قايمة على الثورة الارمينية اللي كانت ضد الفرس، فهم كان ليهم مكانة عالية. Now when the son of Ismail went to the east from the desert of Sinai, the king Omar did not go with them being victorious in. يعني لما برضو بيقول ان لما الاسماعيليين كانوا بادئين حملتهم ووصلوا لمنطقة سيناء اتجمعوا مع بعض الملك بتاعهم عمر، قصده طبعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ما راحش في الحملات. ودي طبعا مثبتة عندنا في التاريخ الإسلامي إن سيدنا عمر بن الخطاب في معركة القادسية في أكتر من معركة استشار الناس هل يطلع على رأس الجيش بنفسه، وقالوا له لأ ما تطلعش، سيب القادة هم اللي يقودوا المعارك وانت تبقى موجود هنا في الإدارة المركزية في المدينة، بحيث لو حصل حاجة في المعركة الإسلام كديانة ما تتأثرش. مش لأن عمر عمل الديانة، لأن موت الملك بيأثر في زي ما نقول في معنويات الناس، فكون إن هو لسه موجود في المكان بتاعه بيدير الشؤون من بعيد، ده حفظ للدولة الإسلامية إن هي تستمر فترة طويلة. وعموما كل المعارك انتهت بانتصار المسلمين زي ما احنا، فمفيش حاجة حصلت أصلا. عموما أغلب اللي بيجي يثير شبهات من فكرة اللي هي زي ما بنقول عليه كتاب سابيوس أو اسمه الأصلي الحوليات الأرمينية، بيثيرها من جزئين احنا ذكرناهم هنا بالكامل. الجزء الأول فكرة إن الموضوع بدأ بمجموعة هاربين من اليهود، ويقول لك أصل أصحاب الديانة كانوا مجموعة هاربين من الإمبراطورية الرومانية. ولما قرينا النص الكامل مع بعض دلوقتي اكتشفنا ان كان دورهم ان هم يثيروا العرب ضد الامبراطورية الرومانية، وان هم ما شاركوش في المعارك بأي شكل، وما كانش ليهم دور غير ان هم اظهروا لهم الكتاب المقدس اللي اتعلم منه محمد. ده من وجهة نظر الكتبة طبعا، وزي ما بقول دايما هيبقى هيظهر، او لما بتيجي حتى تناظر غير مسلم في الوقت الحالي ويجي يذكر لك الحاجات في القرآن اللي اقتبسها القرآن من الكتاب المقدس من وجهة نظره، هتلاقي نفسك بتطرح عليه سؤال ازاي شخص أمي زي محمد لا يجيد القراءة والكتابة بيقتبس الأشياء دي ازاي عارف؟ لما يجي يقول لك ده أخد من الحضارة الهندية كذا، وأخد من الحضارة الفارسية كذا، ومن كتب التاريخ المصرية كذا. والجزء الثاني فكرة ان اليهود بنوا لهم معبد فالمسلمين اخدوه بيستشهدوا بيه على ان الديانة الاسلامية اتطورت عبر الوقت. والحق الظاهر هنا في الكتاب ان هو كان حاططها كحبكة لاضطهاد المسيحيين، عشان يقول ان المسيحيين كانوا هيضطهدوا واتقتل منهم عدد كبير، ومن ناحية تانية عشان يفصل ليه اليهود طردوا من المدينة. لأن احنا عارفين ان اللي دخل اليهود في المدينة مرة تانية مدينة القدس مش المدينة المنورة، انا كان مدينة القدس. اللي دخل اليهود في القدس مرة تانية كان صلاح الدين الايوبي بعد ما اعاد فتحها من الصليبيين. غير كده كان اليهود ممنوعين من دخول مدينة القدس. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، الحلقه طولت، ولو انك تنتهي حلقاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.